هشام حنفي. يا مساء الانوار، مساء هلا الفل. يا محمد، ازيك؟ صاوي يا عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام يا حبيبي. شايف ماتش بكره إيه؟ ازاي؟ مبروك عليك البرنامج حبيبي. ربنا يخليك يا اتش، ربنا يخليك موافق ليه، دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. قول لي شايف بكره ازاي؟ لا انت شايف ابنك ازاي؟ ان شاء الله ابنك يبقى مكسر الدنيا بكره، يلعب في الاتسام ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله في مسابقه، ما هي اجيال بتسلم اجيال. هو ده اللي انا عايزه، ركز جنبه بقى، سيبه يركز في شغله. سايبه ان شاء الله ابنك يبقى لعيب. ما هو انت وان شاء الله يبقى حاجه كبيره. ربنا يخليك، انت وتريكا اللي سميتوه اصلا محمد الصاوي جاي. لا ان شاء الله ربنا يكرمه يا رب، ان شاء الله ده يبقى نسمع عنه صباح خير في الفريق الاول، يبقى من اللعيبه المميزه، لان هو لعيب مميز. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. ماتش بكره يعني بالنسبه لمباراه بكره طبعا اكيد مباراه صعبه، مش مباراه سهله، مباراه لان فيها احداث كبيره يعني فيها متغيرات في الماتش كتير فنيا. فنيا فرقه مميزه جدا صن داونز، انا لعبت يمكن في الاجواء دي قبل كده في 2001 مع مستر مانويل كوزيه الساحر طبعا، صحيح، ويمكن الظروف متشابهه، ورحنا قبلها برضو باسبوع عشان التكيف وعشان التاقلم على الجو والحراره والاتموسفير كله بتاع المباراه، احنا رحنا قبلها برضو باسبوع، ودي حاجه كويسه جدا تحسب لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وهو المفوض كده لمجلس الاداره عشان هو المسؤول عن الكوره، ان ياخدوا قرار ان يسافروا ثاني يوم على طول. دي حاجه تتحسب ليهم طبعا، وانا بقول لك الظروف كلها، لان كل حاجات بتساعد اللعيبه على المسؤوليه. صحيح. يعني لما يكون كمان رئيس النادي والكابتن محمود الخطيب بصفته وشخصه يبقى متواجد كواحد من امهر اللعيبه اللي جت في مصر واسطوره الكوره، انا شايف ان ده بيدي دفعه معنويه كبيره وثقه كبيره ما يحسهاش الا لعيب الكوره. طبعا يعني انا وانا هناك لما يبقى معايا كابتن محمود الخطيب واقف في الملعب متواجد جنبي وهو رئيس النادي وهو اسطوره الكوره، لا بيتحملني مسؤوليه كبيره جدا في الملعب، بيتحملني حاجات كتير جدا جدا في الملعب. فدي انا اعتقد ان اللعيبه ما شاء الله خبرات، مروا بحاجات كتيره جدا جدا قبل كده في مواقف كبيره، مواقف صعبه، لان النادي الاهلي دايما يصوت بيلعب على بطوله. صحيح. يعني فانت مش في موقف غريب. يعني انت مش مثلا يعني مع احترامي للفرق الثانيه كلها، بس انت النهارده المصري يعني عنده مباراه صعبه جدا مع نادي تركان، مغلوب هنا 2. صحيح. ويعني المباراه 2-2 فصعب عليه، الاهلي لو هنا مغلوب بيعرف يعوض بره. صحيح. يعني بتبقى فيه ظروف استثنائيه، عشان اقول لك طب ما انتوا اتغلبتوا قبل كده، انت عارف السوشيال ميديا والناس بتستنى لك الغرض، اقول لك ما انتوا اتغلبتوا قبل كده، ايوه اتغلبنا قبل كده مره مرتين في ظروف، لكن انت النهارده انت رايح وانت كسبان. صحيح. فرقه كبيره، فرقه يعني حصلت على البطوله. صحيح. ده يخليني اسالك، افضليه الهدفين وانت لعيب كبير وعارف افضليه الهدفين دي وانت رايحها عكس المباراة الأولى اللي أنت كنت برضه كنت خسران منه الماتش الوحيد اللي خسرته السنة اللي فاتت، فبدأت المباراة كان فيه تباين. أفضلية الهدفين دي في مباراة العودة بتبقى عاملة إزاي؟ بص أنت رقم واحد هتلعب على رد فعلهم، هم هيبقوا متسربعين على الكورة. صحيح. وعلى إن هم يحرزوا هدف بدري، إن هو الميزة إن أنت بتلعب في أجواء مش زي الزمالك والترجي. الزمالك والترجي عنده مباراه صعبه جدا جماهيريا، عنده مباراه صعبه جدا في الملعب عشان القرارات اللي طلعت من الاتحاد الافريقي عليهم. صحيح. الامور صعبه، فيها سخنه وفيها مشاحنات وامور صعبه جدا. الاهلي الحمد لله الفرقه هناك جماهيريا بيحبوا اصلا الكره، بيحبوا النادي الاهلي. صحيح. يعني كونه النادي الاهلي في افريقيا كبيره قوي يا محمد، فاهم؟ فعشان كده هم يعرفوا يعني ايه كونه النادي الاهلي، جمهورهم مش اللي هو الحماسي قوي اللي يعمل مشكله. جمهور بيخش بيشجع الكوره، بتاع كوره، خلاص بتاع كوره، لو الاهلي ركب بالزبط. الماتش هتلاقيه مايل كمان في الاهلي وبيستمتع بيه. بالظبط كده، هو بيستمتع يعني. الاهلي لو كسب هيشجعونا ويسقفوا لنا. انا حضرت 2001 كده لما احنا كنا متواجدين وكسبنا، يعني فاهم، ده فرق معانا بشكل كبير، خلي بالك. صحيح. الناس استقبلتنا باستقبال كويس قوي. فانت عندك رد فعل، هو عايز يكسب فهيفتح خطوطه، فانت هتقدر تستغل اللي هو كان بيلعب عليه هنا في استاد القاهره، ان هو يموت الجيم، يلعب يعني يطلع يتسند على اللعيبه من واحد للتاني لغايه لما يوصل على كره مرتده يوصل بيها، لكن هو كان عايز يطلع باقل الخسائر، اللي هو 1-0 بالكثير، 0-0، 2-0 دي كانت على الاكثر، انت كان ممكن تكسب 3 على فكره، جالك فرص كان ممكن صحيح. تكسبها. صحيح. فايه اللي فرق؟ 2-0 اكيد احسن من 1-0 او 2-1 2-1. صحيح. يعني كل الحاجات دي انت بتديك ثقه كبيره جدا جدا يا محمد يعني. طيب مين اللعيبه بكره هيبقى هو، يعني انا عارف كل اللعيبه ما شاء الله ما شاء الله، وهو فايلر عامل مع اللعيبه شغل عالي جدا جدا جدا، وانا سمعتك اكتر مره بتشيد بهؤلاء، لكن مين اللاعب بكره اللي هيكون يعني فرس الرهان؟
شناوي. شناوي شناوي لازم يكون فرص الرهان بكره، لازم مش يعني هو شناوي بكره دوره دوره في، لان زي ما قلت لك انت بتلعب فرقه كبيره، فرقه بتلعب كوره حديثه سرعة جدا جدا، ما بيبطئوش اللعب خالص، فبيعرفوا يوصلوا بكره. فانت بكره الشناوي لازم يكون مركز بكره جدا، وهو الحمد لله اعتقد ان هو من احسن حراس في مصر، فانا اعتقد ان هو يعني هيشيل النادي الاهلي بكره باذن الله، وهيبقى ليه دور كبير جدا ان احنا نعدي الدور ده ان شاء الله. اخيرا توقعاتك للمباراه بكره، عشان بكره هيبقى معانا في تليفون برضو معاك، يعني يعني هشوف توقعاتك، هسجل. سجل يا عماره. والله يعني يا رب طبعا، يا رب المكسب. انا يهمني يا رب طبعا المكسب. لا توقعاتك كوره اللي يفرق معايا، من عارف بس يعني توقعاتك كوره. يعني انا اتوقع يعني ممكن يبقى تعادل ايجابي، اتوقع 1-1. من يسبق بالتهديف، الاهلي ولا الصن داونز؟ توقعاتك بناء على يعني انت عشت المواقف اللي زي دي. بتفرق على اول ربع ساعه، بتفرق يعني تفرق طبعا. مستر فايلر مقسم المباراه ازاي؟ اكيد هو راجل خبره عني ويتكلم عني اكتر في الملعب، ده هيبان بكره، لكن هنستنى اول ربع ساعه هنعرف هو تخطيطه ايه، هيبان يعني. طيب لما نتكلم بقى هقول لك بقى هو بدا ازاي ورسم السيناريو ازاي ان شاء الله باذن الله. نائب رئيس قطاع الناشئين ونجم النادي الاهلي الكبير كابتن هشام حنفي، بشكرك جدا جدا على